بوليفاريو استغلت المنطقة المنزوعة السلاح بين المغرب والجزائر لإقامة بعض التقنيات العسكرية ونصب بعض منصات التواريخ وبعض تسليح الثقيلة، وهذا يعني نهارا جهارا أمام الإدارة الأمني، مما يعتبر خرقا لوقت إطلاق النار الموقع عليه سنة 1991. وهذا الخرق نبه له المغرب العديد من المرات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة السابق والحالي، إلا أن المجتمع الدولي لا يعتبر النزاع من أولوياته، ولهذا فإنما قام به المغرب البارحة من إعلان مواجهة هذه التحركات التي تمت بتجهيز من القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي الجنرال ماجور قايد صالح وإشراف رئيس المخابرات الجزائرية سيد عثمان صفاق ورئيس الناحية العسكرية الثانية الذين يقومون بالإشراف الغير المباشر على هذه التحركات الاستفزازية ضد المملكة المغربية. وبالتالي فإن الرد المغربي البارحة كان قويا وشديد اللهجة، والمغاربة شعب جبارين سوف يرد الساعة عين على كل تحرك يمس وحدتهم الترابية ويمس قيادة المملكة، فهو شعب كما قلت جبارين وهو على استعداد للرد بكل قوة وبكل يقظة. ولهذا علينا التعبئة العامة والتفكير في إنشاء حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية، لأن الظرف خطير، وخاصة أن منطقة المغرب العربي تشهد يعني صراعات متعددة ومخاطر متعددة، وأن البوليساريو بعد فشله في الاستراتيجيات الحقوقية والإعلامية والاقتصادية والقضائية فإنه يحاول زعزعة استقرار البلاد وكذلك تسليته بالحرب وجر المنطقة إلى مستنقع قد لا تحمد عقباه.